وختاما مسك مشاهدينا مع مواهبنا الشابة اللي دائما بضيفوا لحلقتنا إبداعاتهم وتميزهم بكتير من مجالات الفنية اللي هن بتميزوا فيها وبتكون موهبة خاصة عندهم. اليوم رح نرحب بالموهبتين. عنا أغياد علان. يسعد صباحك أغياد. كميت علان. كميت علان وأغياد ميكائيل. عكسنا هون. يسعدنا صباحكم يا رب. كميت ميكائيل. شكرا لكم على الاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا. صباحك وصباح تعزف عناي أنت كميت وأغياد على الرق. أهلا وسهلا فيكم. يعني اختياركم اليوم أو شي سعد صباحكم اختياركم اليوم لآلات موسيقية كان نقول هي ليست نادرة بس قليل ما نشوف حدا عم يعزف فيها قليل يعني هن شوي هيك لأنها مميزة كآلة. شو سبب اختيارك لهي الآلة؟ آلة الرق هي من الآلات الراقية جدا بآلات الإيقاعي وهي بالنهاية هواية من الصغر فأنا صار لي سبع سنين بعزف عليها. فحبيت أجرب أغلب الآلات الإيقاعي. بلشت من الدف للدربكة للرق. فحسيت الرق هو الأقرب لإلك. أضبط شيء للرق. وكميت؟ طبعاً كانت أنا حبيت صوتها وكانت الموجودة هي عندنا بالبيت. عند عمي الفنان يسوع الله. وحبيت صوتها. حلو بلشت. يعني هي موهبة وبنفس الوقت من عائلة يعني فنية أو حدا بالعائلة بيكون عم يعزف على إحدى هيدي الآلات وقرايبين كمان وقرايبين بتقربوا بعض ابن عمتي وبتشبهوا بعض لهيك أنا خربطت فيكم. إذا بدنا نحكي كوميت يعني عن آلة الناي يعني هي بنعرفها من الآلات النفخية الصعبة يعني أكيد هي بحاجة لمواصفات أو ميزات خاصة يعني نفس مثل ما بنعرف وخبرة وعم نشوف أكثر من صنف وأكثر من نوع. شو تحكي لنا عن تدريبك على هيدي الآلة الصعبة؟ هلا كل ناي ولها علامة. هلا عندنا دو ري مي فا سول لا سي كل وحدة بتفترق بالطول وبالقطر. وتابعت فيها تابعت فيها صار لك كم سنة تقريبا يعني عم تشتغل أو على حالك بهي القصة؟ من وقت كان عمري 10 سنين. 10 طيب هلا خلونا هيك شو رأيكم؟ نسمع شيء مشترك. بيناتكم تفضل شو بتحبوا تسمعونا يلا تكرم عينا تفضل هلو يعطيكم الف عافيه يا رب فعلا يعني اهم شغله انه في تناغم فعلا بيناتكم معناتها قديش متدربين مع بعض صرنا تقريبا 5 سنوات عم بتضلوا يعني تدريباتكم بتكون مع بعض وفي حدا بيغني كمان اكيد اكيد عمي يعني انتم بتكون فرقه كامله فرقه قاعده بتساوي اعداد حلوه لمات حلوه غنائيه طبعا يعني فرقه كامله اغلب السبب القرابه إلى دور بهذا التناغم انه دائما انتم متواجدين مع بعض طبعا تلعب دور كبير تلعب دور كبير انه انتم من عائله وحده فبتكونوا دائما مجتمعين وموجودين اي نعم بسبب انه كل فتره مثلا نقعد قاعده هيك نعزف تسلاي فهالشيء بيساعدنا لحتى نتدرب ونصير اقوى ويساعدنا انه ننسجم مع بعض اكثر تماما التدريب بشكل مستمر اي طبعا طب نحكي في حدا بالعائله بيعزف غيرك على الرق؟ في الوالد بيعزف الالات الايقاعيه بشكل عام ايقاع صار له 25 سنه طبعا هو له الفضل الاكبر لي لحتى خلاني اتابع بالمسيره هو خلاني طفل عمومتك واخوالك قرايبين طبعا يعني. وكميت شو اكثر الانواع اللي هيك الاغاني اللي بتحب تعزفها او لمين اكثر شيء بتحب تعزف يعني كون نعرف هي آلة هي عن جد بيقولوا آلة حزينه او
هيك حنونة. حنونة حنونة مو حزينة حنونة. لمين بتحب تعزو؟ لكبر الفنانين طبعا والطربة أكتر شيء. مثل مين؟ هلا كعازفين ناي ولا يعني لا خلينا نقول كأغاني ككذا مين؟ أم كلثوم، عبد الحليم، فيروز. حلو محضرين شيء مثلا هيك أغنية مع بعض كمان هيك طربية؟ طب يلا خلونا نسمع. يلا خلونا نسمع. حتى بيختلف يمكن عم شوفكم ما تتبدل ال هلا كل قطعة علامة شيء 30 كل حدا لا هلا الطقم بيجي سبعة بس هودي العلامة الأساس ذكرى الأريحية لأنه كل وحدة بتميز فيها بشغلي أنا. تمام تفضل. يعطيكم الف عافيه كثير حلو. يعني هلا شباب عمركم يعني اخترتوا انتم آلات يمكن شوي صعبه خلينا نقول او غريبه. يعني هلا ممكن شاب بعمرك خلينا نقول لكم ميت يتوجه للبيانو للكمان، يعني مثل ما بنشوف هلا كثير من الشباب اليوم بعمرك كل واحد عنده رغبه. يعني انا حبيت صوتها تماما، وهي مثل ما ذكرت يعني الآلة الحنونة، فكمان بتعكس حالة الشباب اليوم. يعني انت لازم تكون طاقة وتوجه للأغاني السريعة، وكمان نفس الشيء أغياد، يعني ما توجهتوا أبدا للشيء خلينا نقول المودرن اليوم؟ والله أنا أول ما بلشنا بفكرة انه الموسيقى فكانوا أهلي كتير بدنا لأعزف على العود. العود حلو بيشمل كل شيء طبعا، بس بالنهاية مثل ما بيقولوا هي هواية أو شيء اللي بتحبيه واللي بتكفي فيه. حلو. يعني كمان حافظين أغاني شعبية قديمة مثلا مثل أغاني لوفيق حبيب أو أغاني تانية، هي الأغاني اللي بيكون فيها استخدام الناي كتير واضح، يعني طربي شعبي. حاولتوا تحفظوا هيك شيء أو تجربوا تغنوا هيك شيء؟ نشتغل نحن كل الألوان. كل شو شو بتسمعونا هيك أغنية من هاي الأغاني الطربية الشعبية مثلا الراحل فؤاد غازي؟ لا مثلا أغاني لوفيق حبيب، هاي الأغاني اللي فيها ناي كتير، حافظين شيء مثلا او مجهزين شيء؟ شو اذا مو مجهز شيء ثاني لمجهزينه لمجهزينه خلينا نسمع كم تقسيم. تقسيمات يلا تفضل. تقسيمي عبيات من دور تصوير هي كانت بتشبه موسيقى تاع ضايعه مسلسل ما قريبه من قريبه. ها شفت حافظينها مجهزينها خلونا نسمع. برافو يا زلمه ذكرتنا بشيء حلو. لا شيء حلو يلا you
عليكم بدنا نغني معكم. لا بدنا نبلش التطور التكنولوجي التكنولوجيا الثورة الرقمية. هلا عملتوا ثورة غنائية حلو كثير موسيقية عفوا. شو بتدرسوا شباب ما سألناكم؟ والله أنا السنة جاي بكالوريا. السنة جاي بكالوريا. قديش أعمالكم؟ 17 17 18 أنت بكالوريا هاي السنة؟ إيه. قدمت؟ لا والله السنة ما قدمت. السنة الجاي؟ أيوه. يعني السنة الجاي عندكم بكالوريا. كيف التجهيز؟ تمام. كيف الإيقاع البكالوريا؟ ان شاء الله موفقين لأن تستاهلوا فعلا كل خير. موهبتكم كتير حلوة شباب. بدنا يكون أكيد مسك الختام معكم بمعزوفة أيضا على اختياركم. وأكيد طموحاتنا كتيرة يعني مثل كتير من الناس. شو طموحك كوميت؟ أكيد طموحي يخلص دراسي وادخل كلية الموسيقى ان شاء الله. حلو. واشتغل مع فرقة أكاديمية. حلو ان شاء الله. موفق يا رب. بدها تعب اكيد نشتغل على هذا الموضوع. صح. ان شاء الله ان شاء الله. ايضا اغياد. والله انا طموحي يصير مثل الوالد ما بدي اكثر من هيك. اتمنى كمان انه حلو. حاول لقدام اني اطلع حفلات وهيك بضل رغبه موجوده ان شاء الله يا رب. التوفيق لكم فعلا يعني نتمنى لكم كل التوفيق. كوميت علان واغيد ميكائيل شكرا كثير لكم وشكرا لوجودكم معنا. هلا بدنا نختم معكم يعني هيك بموسيقى جميله من عازفكم. ولكن مشاهدينا بنحب نقول لكم وصلنا لختام حلقتنا لليوم. نتمنى لكم يوم سعيد ونهار جميل مبلش بطاقه وايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله. وكمان بتمنى لك يوم سعيد يا زان. انت كمان نادين. شكرا. واكيد الشكر اكبر لمشاهدينا للمتابعه وبقيه برامج أوكاريت متابعة طيبة منه من فريق العمل كل المحبة. باي باي. تفضل.